مواقف غبية هتضيع ثقتك في البشرية. أول موقف معانا يخص أخينا ده، واللي قرر يعمل فتحة في الباب علشان قطته تعدي منها. برافو، خليها تطير بقى. ايه ده يا حاج، فين النبض؟ لا مؤاخذة يا بنتي، نسيت دوسيه الورق في عبي. وده لما تبقى واثق في نفسك زيادة عن اللزوم لدرجة الغباء. مش دي يا ماما، المكوى اهي. وده لما تبقى على الله حكايتك في الشغل. ايه اتلخبط، الناحية دي، لا الناحية التانية. لا حطيها هنا يا فندم. شفت السهولة والانسيابية، وهوبا طويلة وعالية، انما يليوي. قل لنا في التعليقات اغبى موقف بالنسبة لك.